احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام ليست كسائر السنوات بعد أن تزامنت مع استشهاد 4 من رجال الأمن، فاقتصرت مظاهر العيد على زينة متواضعة وأداء للصلوات والشعائر الدينية في الكنائس وتبادل المعايدات في زيارات كرست معاني المحبة والسلام بين الأردنيين. أجراس ونجوم مضيئة تزينت بها شوارع وبيوت الأردنيين فرحة بالميلاد، فأضيئت أشجار العيد المجيد في معظم ميادين المملكة وعلى التراتيل الكنائس في أرجاء الوطن. في المفرق كان الاحتفال بتكريس معاني العيد وترسيخ مبادئه وجوهره الذي يقوم عليه من خلال المعايدات والزيارات العائلية التي سادها الحب والسلام وسط ترانيم وابتهالات بالرحمة لشهداء الوطن. قالنا حرصنا في هذا اليوم الجميل أن نشارك أخواننا المسيحيين أعياد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، وفيها نؤكد على القواسم المشتركة بيننا وهي عنوانها المحبة والتآخي ما بين المسيحيين والمسلمين في محافظة المفرق، والأردن نموذج في المنطقة والعالم للتآخي والمحبة والعيش المشترك. استقبال في قاعة الكنيسة لتبادل التهاني، وهون أنا بوجه التهاني للجميع وبشكر الأجهزة الأمنية على سهرهم طول الليل على المؤمنين على الكنائس وتسهيل وصولهم للكنائس. مبسوطين اليوم جدا، الفرح عام على العائلة كلياتها، العائلة كلها مجتمعة، أجواء فرح، أجواء سلام. نشكر الله على الأمان اللي إحنا فيه، اللي عم بنلف وعم بندور وعم نشوف الأهل والأحبة كلياتهم، وكل عام والجميع بألف خير يا ربي. وإلى الكرك، تجلت الروابط التاريخية والاجتماعية العميقة بين الأسر الكركية في أبهى صورها احتفالا بالميلاد، فغمر الفرح والدعاء بيوت أهلها الذين التقوا كعادتهم على الخير والمحبة في هذه المناسبة العظيمة. بحب أقدم التهاني لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وللطوائف المسيحية ولجميع الشعب الأردني، وإن شاء الله بتمنى في عام 2023 إنه يعم المحبة والسلام والأمن والأمان في بلدنا الأردن، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام والأردن الحبيبة بألف خير، وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بألف خير، ونعاد علينا أجمعين اللي هو بالصحة والسلام. كل عام والجميع بخير، وجلالة سيدنا عبد الله الثاني بخير. ورسم المواطنون في إربد أجمل اللوحات في لقاءاتهم الدافئة بعيد الميلاد، فكانت الدعوات والضحكات حاضرة في فعاليات مفعمة بسمات اجتماعية وإنسانية مميزة، مشهد العيد الذي يعم الوطن. فقدنا 4 شباب من نشام الوطن، من أبنائنا، أبناء الوطن الغالي. لذلك اختصرت الأعياد على الشعائر الكنائسية فقط لا غير. منقولكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب بظل الوطن بسلام. أجواء العيد السنة هاي مختصرة كانت بسبب شهداء الوطن. احنا بدورنا بنقدم التعازي. كل سنة وانتم سالمين، ان شاء الله سنة خير على الجميع. بنحب نعايد على قائد البلاد، على البلاد جميعا، على شعبنا الاردني، على الشعب الوطن العربي، الوطن العربي كامل. ان شاء الله يا رب يكون ميلاد مجيد. الميلاد هو سلام، يولد المسيح ليعم السلام على الارض، فان شاء الله انه بعم السلام. العيد هذا كان شوي عيد قاسي علينا كمسيحيين، لانه الوطن فقد نخبة من قواتنا، فهو عيد شوي مؤلم كان علينا. احنا كعاداتنا وتقاليدنا، هلا خلصنا صلاة كنا بالكنيسة، وعاداتنا وتقاليدنا احنا اول شيء بنيجي عند دار عمي الكبير، بعدين طبعا كل واحد بنمر عند دار عمي من الاكبر للاصغر. طبعا بحب اعيد على الكل، وغير هيك يعني ان شاء الله يعني سنة تكون حلوة على الجميع. هو تأكيد على القيم والاخلاق التي اكدت عليها الديانات السماوية والتي يجسدها الميلاد المجيد، ورغم الأحداث والظروف المحلية الصعبة يظل الأمل قائما بقادم أجمل.